السلام عليكم، يعطيكم العافية. دفعة 23، أنا زميلكم عمار حوراني، ممثل دفعة سنة ثانية طب أسنان، وجاء اليوم راح أكون معكم بشرح المحاضرة الأولى من محاضرات الأسنان في مادة Introduction to Medicine and Dentistry. تمام، هم عبارة عن محاضرتين، يعني المحاضرة الأولى راح أشرح لكم إياها أنا، والمحاضرة الثانية راح أشرح لكم إياها زميلتنا لوجين إيماد غالبا من لجنة طب الأسنان. طيب، ببداية هنيئا لطلاب الأسنان، أول موضوع لكم بخص طب الأسنان في دراستكم، وبرضه طلاب البشر. أنا أذكر على أيام دفعتي طلاب البشر كانوا يحكون جد فعليا أمتع محاضرتين كان هن محاضرات الأسنان. فبسم الله الرحمن الرحيم، طبعا هذا التسجيل للأسف سجلت لكم المحاضرة الآن وطلع المايك مش شغال. شوية أتأكد إذا المايك شغال. الحمد لله المايك شغال، تمام. فطلع المايك مش شغال للأسف، فالآن راح أرجع أشرح مرة ثانية. طب بسم الله الرحمن الرحيم، طب محاضرتنا الآن راح تحكي عن طب الأسنان ومقدمة في طب الأسنان، وراح تأخذ هاي أصلا المقدمة في مساق الدنتال أناتومي سنة ثانية فصل أول لطلاب الأسنان. تمام، في مساق اسمه الدنتال أناتومي راح تأخذه في هاي المقدمة، هاي عبارة عن مقدمة كثير بسيطة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، محاضرتنا مقسمة لأكثر من قسم. أول شيء راح نحكي عن طب الأسنان بشكل عام، بعدين راح نحكي عن تاريخ طب الأسنان، وبعدين رح نحكي نعطي basic information معلومات عامة عن طب الأسنان. تمام، مثل أسماء الأسنان وإيش مثلا هاي طبقات الأسنان ومعلومات هيك بتخص السن بشكل عام. تمام، وبعدين رح نحكي عن تفرعات طب الأسنان. طب بسم الله الرحمن الرحيم، بلش أول شيء، إيش هو الدينتستري؟ إيش هو علم طب الأسنان؟ دينتستري أن أتونومس برانش، هو عبارة عن فرع، برانش معناها فرع، أتونومس مستقل، فهو عبارة عن فرع مستقل في biomedical science، في العلوم الطبية. تمام، that's considered بتعامل with prevention للديزيز، منع الامراض، دايجنوسيس الديزيز، تشخيص الامراض، تريتمنت للديزيز كمان معالجه الامراض، اند ابنورماليتيز، اختلالات بتصير عندنا في التيث، في الاسنان، في الجوز، في الفكين. احنا تمام، هاي صوره لهيكل عظمي. تمام، اللهم صل على محمد. في عندنا احنا فكين، فك سفلي وفك علوي. الفك السفلي اسمه ماندبل، الفك السفلي اسمه ماندبل، الفك العلوي اسمه ماكزيلا. الماندبل هو عبارة عن عظمة واحدة، الماكزيلا هي عبارة عن عظمتين، هاي عظمة على اليمين تمام وعظمة على اليسار، مقسوم فيما بينهم شيء، يعني اللي بربط فيما بينهم شيء اسمه سوتشر. تمام، السوتشر هو اللي بربط العظمتين مع بعض. تمام، فهو مختص بانه يعالج الاختلالات اللي بتكون موجودة في التيل، في الجوز، في الاورال كافيتي. اورال معناها فموي، كافيتي معناها الله سيدنا محمد تجويف، ففي تجويف الفم، and adjacent structure، التركيبات اللي حوالين هذولا اللي حكينا عنهم. تمام، نيجي نحكي مين هو الدنتست، مين هو طبيب الأسنان. طبيب الأسنان هو عبارة عن person who is trained، مدرب، and licensed، معه رخصة تمام to practice dentistry، لحتى يمارس طب الأسنان. تمام، في هاي الفقرة بحكي لك إنه طب الأسنان له تاريخ كثير طويل لاكتشافه واكتشاف طرق معالجته. تمام، وبحكي لك إنه هذا التاريخ هو اللهم صل على محمد، يعني موجود بحضارات كثير ومنذ الأزل. بحكي لك إنه الناس زمان كانوا عانوا من أمراض في الأسنان. تمام، واللهم صل على محمد، وكثير من المعدات الحديثية والطرق الحديثة اللي احنا قاعدين نستعملهم الآن في إلهم سر لاكتشافهم. فعشان هيك بحكي لك إنه الدنتستري هاز ألونج، تمام، طويل، and fascination history، إنه تاريخها طويل ومثير للاهتمام. تمام، بحكي لك إنه زمان from the earliest time human have been announced unknown by dental diseases، كانوا يشكوا، كانوا يعانوا من أمراض في الأسنان. تمام، many of the remarkable techniques in modern dentistry can be traced to the very earliest of time in the every culture. بحكي لك إنه زي ما حكيت لكم إنه المودرن تكنيكس في الدينتستري، تمام، إلها يعني هي كانت موجودة من زمان، تمام، ولكن تم التطوير عليها. طب نيجي الآن نحكي عن history of dentistry. طيب إذا تذكروا أيام المحاضرة الأولى من الإنترو كنا نحكي إنه pre معناها قبل، historic معناها تاريخي، تمام، التريبس معناها رحلة، في رحلة طب الأسنان ما قبل التاريخ. بحكي لك إنه قبل 9000 سنة، تمام، لقوا سن موجود من قبل 9000 سنة. هذا السن كان كان محفور، تمام، كان معمول دريلينج، تمام، كان محفور. فمن هون اكتشفوا إنه الأسنان بنعمل فيهم إشي، يعني الأسنان يعني صار يجيهم تساؤل ايش سبب حفر السن هذا. فبحكي لك انه التيث as old as 9000 years showed a clear signs، لقوا علامة واضحة of having undergone، انها خضعت هاي الاسنان لدريلينج، تمام، during their own lifetime، اثناء حياتهم لما كانوا عايشين. بحكي لك في عام 5000 قبل الميلادي لقوا سوميريان تيكس، لقوا نص تابع للحضارة السومرية. تمام، هذا النص وصف التوث وورمز، ديدان الاسنان، وحكوا انه ديدان الاسنان هي عبارة عن cause of دنتال ديكاي، هو عبارة عن مسبب، السبب الرئيسي في تسوس الأسنان. تمام، بحكي لك إنه نظرية الورم، هاي الورم ثيوري، نظرية الديدان، ظلت موجودة اللهم صل على محمد لعقود عدة. تمام،
في عام 2750 قبل الميلاد. تمام، بحكي لك الماندبل زي ما حكينا هو عبارة عن فك سفلي. لقوا ماندبل، هاي الماندبل تمام يعني كانت من الأوت كيندم بيريود، يعني من زمان موجودة. تمام، بحكي لك إنها شوينج إيفيدنس، أظهرت لنا دليل على هافينج سيرجيكال أوبريشن، عملية جراحية، على إنه هذا الشخص صاحب هاي الماندبل تعرض لعملية جراحية. هدف هاي العملية الجراحية عشان تريليف أن الفيورال أبسس. أبسس معناها خراج تمام او التهاب. تمام، الالفيولر هي عباره عن المكان اللي بيحتوي السن، فلو مثلا هذا سن تمام شن السن بيضل في عندنا بالعظم مكان اللي احتوى هذا السن، فهذا اسمه الفيورال بروسيس. تمام، فبحكي لك انه صار لهم عمليه جراحيه لحتى يشيلوا ريليف ان الفيولر ابسس، لحتى يشيلوا الالتهاب الموجود في السن. الماندبل هي عباره عن فك السفلي زي ما حكيت لكم، لونها برتقالي اتوقع، والمجزله هي عباره عن لونها ازرق الفك العلوي. تمام، في عام 2600 قبل الميلاد في كاتب اسمه هيسيري. تمام، هذا هيسيري لقب والى الان اسمه ذا فيرست دنتست، هو عباره عن اول طبيب اسنان. طب شو سبب انه هذا الانسان سموه اول طبيب اسنان؟ السبب انه لقوا على قبره منقوش نقش، تمام، رساله او هاي الرساله تمام كان محتواها ذا جريتست اوف ذوز هو ديل وذ تيث اند اوف فيزيشنز، هو يعني هو عباره عن اعظم شخص تعامل مع الاسنان وتعامل مع الطب. تمام، فبيحكي لك انه وهي كانت هاي اول علامه او اقدم علامه عندنا لشخص تعامل مع طب الاسنان، عشان هيك هم سموه ذا فيرست دنتست، اللهم صل على سيدنا محمد، عشان هيك هم سموه ذا فيرست دنتست. تمام، this is the earliest known reference to a person identified as a dental practitioner. في عام 2500 قبل الميلاد، طبعا التواريخ انا على دفعتي ما اجا وعلى دفعه اللي قبلنا ما اجا، وكانه على دفعه ثالثة الدفعة كمان اللي أكبر منها أكبر من الدفعة الثالثة برضو ما إجا، فأتوقع أن التواريخ هي مش مهمة. تمام، ولكن يعني ما رح يقول لك هيسيري بأي تاريخ كان موجود، لكن يقول لك مين أول طبيب أسنان، رح يقول رح تجاوبه هيسيري. تمام، رح يحكي لك إنه متى لقوا السكند والثيرد مولر لينكد توجذر، رح تقول لهم 2500. طب نيجي الآن نحكي عن 2500 قبل الميلاد، بحكي لك إنه لقوا في على قبر تمام موجود في الجيزة، تمام مقبرة في الجيزة، تمام لقوا أسنان تمام لينكد توجذر مربوطات مع بعض. تمام، الأسنان هذول عبارة عن lower left, second and third molar. المولر هي عبارة عن الطواحين، third molar هو عبارة عن طحونة العقل، فالطحونة العقل هي third molar، والسن اللي قبلها الطحون اللي قبلها هي عبارة عن second molar. فالthird molar والsecond molar كانوا مربوطات ببعض. lower left إذا تذكروا أيام الأناتومي، إذا بدنا نشرح الفم تمام، الفم نقسم لأربع أقسام. تمام، في عندنا هذا اسمه القسم هذا upper right، هذا lower right، هذا upper left، هذا lower left. فكان في هون باللور left تمام كان في الثيرد مولر والسكند مولر مربوطات ببعض عن طريق جولد واير، تمام عن طريق سلك حديدي، تمام around the gingival margin، حوالين gingival معناها لثة، المارجن معناها حواف، فكانوا حوالين حواف اللثة. فنفترض مع انه هذول مش مولرز تمام، هذول اسمهم incisors. نعم سيد محمد، لنفترض انه هون كان في سلك حفة اللثة، وهون كان في سلك حفة اللثة موصولات مع بعض زي ما بتشوفوا بهاي الصورة. تمام، طيب من هون يعني بلشوا يتساءلوا انه شو سبب هذا الاشي، ليش نحط؟ فهذا بدل انه زمان كانوا يعالوا من مشاكل وكانوا يحاولوا يعالجوها باي طريقة. تمام، بكيك من ايام الحضارة الاغريقية في 500 ل 300 قبل الميلاد، في عالمين، واحد اسمه هيبوكريتس وواحد اسمه ارسطوتل، تمام كتبوا عن طب الاسنان، رايت اباوت دنتستري، حكوا عن الايروبشن باترن اوف تيث، عن نبوز او عن بروز طب الاسنان. تمام، وحكوا عن برضه تيتين ديكيد تيث، حكوا عن معالجه الاسنان المسوسه، حكوا عن الجم ديزيزز، معالجه الجم معناها لثه، تمام ديكيد معناها تسوس، تمام تسوس او مسوسه، ف معالجه الاسنان المسوسه. تمام، الجم ديزيزز، جم معناها لثه، ديزيز امراض، فامراض اللثه. حكوا عن استراكتين تيث وذ فورسبس، عن استخراج الاسنان او قلع الاسنان باستخدام اداه اسمها فورسبس. تمام، اند يوزنج وايرز تو ستابيلايز لوز تيث، كان يستخدموا الاسلاك عشان يعوضوا الاسنان المفقوده، وكمان فراكتشرد جوز الفكوك المكسوره او الفك المكسور. في عام 130 لعام 200 ميلادي، تمام كان في عالم اسمه كلاوديوس جالين، هذا كان يسمى ب برنس اوف فيزيشنز، هو كان عباره عن امير اللهم صل محمد الاطباء. بحكي لك انه هذا العالم اكتشف او عمل ثوره تمام في
في طب الأسنان، بحيث إنه اكتشف النيرف أوف تيث، اكتشف عصب الأسنان. هسا إحنا قديش بنعاني من العصب الأسنان؟ أغلب الحالات لما نروح على العيادة بنعاني عندنا مشكلة بالعصب، التهاب العصب، بدنا خلق، بدنا سحب عصب، تمام؟ فهو اللي اكتشف لنا النيرف أوف تيث، إنه التيث بيحتوي على نيرف، بيحتوي على عصب، تمام؟ وكمان اكتشف لنا ريموفينج ذا كاريز، كاريز معناها تسوس، تمام؟ كمان تسوس، تمام؟ ديفكت انه انك تشيل الكاريز بعديها تعمل فيلينج لما تشيل الكاريز، تمام؟ اللهم صل محمد، لما تشيل الكاريز او لما تعمل سحب عصب فانت لازم تعمل فيلينج بعديها، تمام؟ وان هي اولسو منشند بالبايتس، بلب معناها اللهم صل محمد جذر، لا هذيك روت، البلب معناها لب، انا اسف، البلب معناها لب، الايتس معناها التهاب، هو التهاب اللب، تمام؟ كمان اكتشف البيري سيمنتايتس، سيمنتايتس ايتس التهاب، سيمنت هي عباره عن جزء من السن، وهي عباره عن قمه جذر السن، وهسه راح نحكي عنها تحت بحيث انه تعرف شو هي سيمنتم، تمام؟ طيب راح نحكي الان عن الحضاره الاسلاميه ونظافه الاسنان. بحكي لك انه الاسلام اصلا، تمام، هو حرص وبشد على النظافه الشخصيه، وبالإضافة أو وكمان يعني حرص على الأورال هايجين، على نظافة الفم، تمام؟ فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام شدد جدا وحرص كل حرص أنه حتى أصحابه والناس اللي حواليه يستخدموا إشي اسمه إيش؟ المسواك، صح ولا لا؟ بحكي لك أنه at early Islamic area في الحقب، area معناها حقبة، تمام؟ في الحقب الإسلامية قديما كانوا يستعملوا سيمبل دنتال بروسيجرز وير يوزد، كانوا يستعملوا اللهم صل طرق في معالجة الأسنان كثير بسيطة، تمام؟ بعديها بحكي لك إنه في عندنا ثلاث علماء، الرازي وابن سينا وعلي بن عباس المجوسي، هذول الثلاث، تمام، كتبوا لنا كتب، هذول كتب الكتب كانوا يحكوا عن الدنتال اند اورال ديزيزز، عن امراض الاسنان والفم، تمام، بانه كيف ديسكريبشنز، كيف نوصفهم وبرضه كيف نعالجهم اند تريتمنت، تمام. طيب هذول الاسنان، الرازي ابن سينا، علي ابن عباس المجوسي، تمام. نيجي الان نحكي عن فاوتشارد العالم، اللي هو عباره عن الفادر اوف مودرن دينتستري، فاوتشارد من فادر، تمام، فادر اوف مودرن دينتستري، فهو اكتشف علم طب الاسنان الحديث، تمام، حلو حلو. هو طور علم طب الاسنان بحيث انه صار اندبندنت بروفيشن، صار عباره عن مجال منفصل او مهنه منفصله، تمام، عن الميديسن، تمام. بحكي لك انه عام 1728 تم اصدار اول كتاب لفاوتشارد، فيرست اديشن اوف فاوتشارد تكست بوك، كان عنوانه ذا سيرجن دينتست، عباره عن الطبيب، طبيب الاسنان الجراح، سيرجن معناها الجراح، تمام. فكان بعنوان The Surgeon Dentist، كان عبارة عن عنوان طبيب الأسنان الجراح، تمام. في عام 1759، تمام، مصطلح دينتست، مصطلح طبيب أسنان، بلش يتم استخدامه. في عام 1769 صاروا يحكوا عنا دكاترة، تمام، دكاترة، احنا صار اسمنا دكاترة، مش بس دينتست، صار اسمنا دكاترة. في عام 1840 The American Society of Dental Surgeons، اللهم صل محمد، مجتمع أطباء الأسنان الجراحين الأمريكي، تمام، وبرضه The World's First National Dental Organization، منظمة اتحاد أطباء الأسنان، تمام، was found، تم إنشاءها. وبحكي لك أنه هاي المنظمة، تمام، انحلت dissolves إن 1856. حكيت لكم التواريخ مش كثير مهمة، ولكن يعني حاولوا تطلعوا عليهم، غالبا ما يجعلهم أسئلة، تمام. في عام 1840، يعني هون زي ما حكيت لكم كيف الأسئلة بتيجي، بتيجي تحكي لك مين اللهم صل وسلم محمد، يعني على عصر مين تم إنشاء، أو مين صاحب كتاب The Surgeon Dentist، تحكي عن مين، عن الفاوتشر، تمام. طيب The Baltimore College of Dental Surgery هي عبارة عن أول مدرسة، تمام، كانت مختصة في تعليم طب الأسنان، The first school in the world for the training of dentists، was found by يعني was found by هاريس وباي هاردن، تمام، هاردن وهاريس هم اللي اللهم صل محمد، هم اللي يعني هم اللي عملون هاي الكوليج، نعم، سيدنا محمد. بحكي لك انه في عام 1859 62 طبيب اسنان مت ان نيجيريا فولز، في شلالات نيجيريا، تمام، في نيويورك. بحكي لك وشكلوا ذا امريكان دينتال اسوسيشن، منظمه اطباء الاسنان الامريكيه،
تمام شكلوها ADA تمام. وهاي المنظمة لسه إلى الآن قائمة. طب لأننا نحكي عن important event أو أحداث مهمة، الدكتور دانا هي الدكتور اللي أعطتكم هاي المحاضرة تمام، هي فقط قرأت هاي الملاحظات المكتوبة باللون الغامق تمام، مش كلهم، فهذولا اقرأوهم قراءة تمام، بحيث إذا جاكم MCQ يعني ضع دائرة تعرفوا تحلوها وأموركم تكون ماشية تمام. بحكي لك إنه في دكتور اسمه موريسون، هذا الدكتور إذا تتذكروا اللهم صل محمد زمان لما أهلنا كانوا خيطوا تمام، يشتغلوا خياطة، ما كانوا يحطوا الخياطة بالكهرباء، كانوا شو يعملوا، في كان في عندهم دعسة، هاي الدعسة الصراحة مش متذكر إذا كان في لها سلك ولا لا، بس هاي الدعسة تمام هي اللي كانت تعمل لنا الباور لحتى تشتغل شو آلة الخياطة تمام. فبحكي لك إنه إحنا عيادة الأسنان لما بنشتغل تشتغل على الكهرباء صح، فاللهم صل محمد يعني زمان كانت تشتغل كيف على الدعسة، بس تدعس دعسة بصير في عنا باور فيشتغل عنا المعدات تعيد الأسنان. First foot power dental engine invented by دكتور موريسون. بعدها إجا عنا دكتور اسمه دكتور غرينوود اخترع عنا the first electric dental engine تمام، صارت عن طريق الكهرباء. بعدها في دكتور اسمه ويليك كيرسون تمام، هذا الدكتور اخترع عنا الهيدروليك تشير، الكرسي الهيدروليكي تمام، اخترع عنا اياه. طب بعدها اجى هون المهم عنا في ميلر هذا وصف لنا المايكرو اورجانيزم اوف ذا هيومن ماوث. مايكرو معناها صغير تمام، اورجانيزم معناها كائن حي، فالكائنات الحيه الصغيره الموجوده داخل ثمنا الميكروبات اللي احنا بنحكيها تمام، في ماده راح تاخذوها كمان بسنه ثانيه فصل اول اسمها المايكرو تمام، بتحكي عن هذول الميكروبات. فالمايكرو اورجانيزم الموجوده في الهيومن مين اللي وصف لنا اياها؟ العالم ميلر تمام. بعدها بحكي لك extension of prevention and scientific cavity preparation. ايش هو cavity preparation؟ cavity preparation هو عبارة عن انك انت تهيئهم موجود هون تمام، انك تحفر السن المتسوس تمام، بعدها تشيل يعني الاشي التالف من التسوس، بعدها ترجع تحشي بحشوة معينة تمام. نفرض هذا سن، هذا سن تمام، هذا السن المسوس من هون، فانت بتشيل الجزء المسوس بعدها بترجع تحشي وبتركب له تلبيسة تمام. طب اللهم صل محمد الكافيتي بريبيشن عن طريق مين صارت؟ عن طريق جرين فارديان بلاك. جرين فارديان بلاك في له فقره كامله هون رح نحكي عنه هسه تمام. بعديها جرين فارديان بلاك برضو اكتشف او اخترع السيستم اوف دنتال نومو كلتشر، نظام تسميه الاسنان اللي رح نحكي عنه هون تمام. شو اسم كل سنه مين اللي اكتشفه او اللي اخترعه؟ اللي هو جرين فارديمان بلاك. بعدها رونتي جين هي هون هو نفسه هذا تمام، اكتشف عنا الاكس راي، وهذا صراحه كان عباره عن ثوره ثانيه في اللهم صل محمد في علم طب الاسنان. ليش؟ انت الان كشخص تمام، بس هي راح نحكي عنه الان هون تمام. رونتي جين بحكي لك انه انت الان كشخص بس تروح على العياده، اول شيء شو بتعمله تقريبا؟ يعني الدكتور بيجي بيمسكك بفوتك على على اداه الاكس راي او على غرفه اللي في موجود فيها الاكس راي عشان تصور صوره لسنك عشان يعرف الدكتور ايش الشيء الموجود. زمان كانوا يضطروا انه مثلا يفتحوا السن ويقدروا يشوفوا هو معاينه بعينه لحتى يعرف شو المشكله تمام. فلما اخترعنا الاكس راي سهل علينا بطريقه مخيفه كيف انت ممكن تعالج سن الانسان وكيف انت ممكن تشخص المرض. فهو عباره عن بافاريان فيزيست تمام، هو عباره عن طبيب تمام، هو ديسكفرد اكس راي، هو اللي اكتشف الاكس راي متى؟ عام 1895. يعني هذا صراحه بتجيبوا التاريخ بيجيب لك هذا التاريخ، بس ما اظن صراحه حتى يجيبوا هذا الديسكفري. هو عباره هو عمل زي ما حكيت لكم ثوره كامله في طب الاسنان لما اكتشف الاكس راي. ليش؟ لاهميتها تمام. هو اللي اكتشف طب الاسنان. طب مين اول من استعمل طب هو اللي اكتشف الاكس راي. طب مين اول من استعمل الاكس راي؟ في عالم اسمه ادوارد كيلز، هو اول شخص استعمل طب الاسنان الاكس راي في طب الاسنان، وعمل صوره لانسان في طب الاسنان عام 1896 يفترض. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب الان نجي نحكي عن دكتور جرين فارديان بلاك تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. هذا الدكتور معروف بجد تمام، اطباء الاسنان. ليش؟ هي ستاندرد ذا رولز اوف كافيتي بريبيشن اللي حكينا عنده عن فيلينج تمام. هي ديفولد the principle of هو اللي طور نظرية extension for prevention تمام. هو كمان درس في مدارس طب الأسنان وصار دكتور أسنان وكتب أكثر من 500 مقالة تمام، وعمل كتب عديدة
تمام. هذا بالنسبة ل يعني يحفظوا المعلومة المهمة عندنا هون، إنه هو عبارة عن جراند أولد مان أوف دينتستري، وكمان إنه هو اللي طور نظرية الإكستنشن فور بريفنشن. تمام. طيب نعمل مراجعة سريعة. حكينا عن طب الأسنان وإيش هو، إيش هو طبيب الأسنان. حكينا عن تاريخ طب الأسنان ما قبل التاريخ لما لقوا سن محفور، وحكينا عن نظرية التوث وورز إنه الديدان هي مسببة اللهم صل محمد التسوس. حكينا عن الماندبل اللي لقيناه في عملية جراحية سيرجيكال أوبريشن. حكينا عن هيسي راي اللي هو أول طبيب أسنان. حكينا عن الأسنان اللي لقوها مربوطات بجولد واير. حكينا عن علماء مهمين في طب الأسنان مثل هيبوكرياتس وأرستوتل اللي اكتشفونا أكثر من شغلة. تمام. حكيناهم. وحكينا برضو عن كاليدزس جالين. تمام. هو عبارة عن أمير الأطباء، وعن اكتشافه للنيرفز أعصاب الأسنان. حكينا عن الحضارة الإسلامية. حكينا عن فاوتشارد وعن اكتشافاته. وحكينا عن رونتيجن، وحكينا عن جرين فارديان بلاك. تمام. صراحة المعلومات هذول ان شاء الله بسيطة، بس اقرأوهم قراءة وفهموهم ان شاء الله اموركم تكون فيها كثير. طيب الان نستكمل المعلومات عن بيز، او ناخذ بيزك انفورميشن عن الاسنان، معلومات عن اسامي الاسنان، معلومات عن الاسنان تركيبها الداخلي من جوا. تمام. طيب بسم الله الرحمن، جبت لكم هيك شويه صور تساعدكم بالفهم. طيب احنا في عندنا صنفين للاسنان او فترتين. تمام. في عندنا البرايمري توث، اسنان الاشخاص الاطفال تمام اللي لسه مش بالغين، واسنان الاشخاص البالغين اللي اسنانهم كامله 100%. طيب نيجي الان نفصل فيهم حبه حبه. اول شيء هذول اسمهم شو؟ برايمري توث او بيبي توث. تمام. برايمري تيث او بيبي تيث. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. اذا بدنا نفصلهم فهم عباره عن 20 سن. تمام. بالنسبه للسكندري تيث او الاسنان الاشخاص البالغين فهم عباره عن 32 سن. تمام. هاي بالنسبه لاول معلومه. طيب اذا بدنا نقسم الجوع عندنا هون بنقسمه لفك علوي وفك سفلي، وكل فك فيهم بنقسمه برضه بالنص. تمام. لرايت ولا ليفت. تمام. طيب نيجي الان نفصلهم حبه حبه. الاسنان الموجوده على الرايت هي نفس الاسنان الموجوده على الليفت، وبالابر وباللور جو. تمام. وبرضه هذا الحكي بينطبق كمان على اسنان الاشخاص البالغين. تمام. نيجي الان نروح على أسنان الأشخاص البالغين لأنه فيها كل الأسنان، نعرفهم سن سن. تمام. أول إشي في إنه هون أقرب سن للميد لاين اللي موجود بالنص، هيو في صورة هون فرجتكم إياها قبل شوي، هيو هون هذا السن. تمام. هيو هذا هو نفس الإشي، هذا الميد لاين تبعهم. تمام. هذا الميد لاين. تمام. اسمه إنسايزر. تمام. اسمه قاطع. فا إيش فيه، ليش هيك صار؟ تمام. هذا اسمه إنسايزر. تمام. وبما إنه اللهم صل محمد قريب كثير على يعني اقرب سن على الميد لايف، هو اسمه سنترال انسايزر. تمام. هذا بالنسبه للسن. لو السن اللي جنبه هي كمان انسايزر، برضه انسايزر ولكنه بعيد عن الميد لايف، فشو بنسميه؟ لاتيرال. اتوقع انه اللهم صل محمد اخذته هذا الاشي بمحاضره الاناتومي الموجوده في هاي الماده. تمام. ففي عندنا لاترال انسايزر، وفي عندنا سنترال انسايزر، بعدين في عندنا اللهم صل هذول القواطع، بعدين في عندنا الناب اللي اسمه ك 9. تمام. بعدين في عندنا حكينا سنترال انسايزر لاترال انسايزر، بعديها الناب اللي هو الكناين، بعدين في عندنا سنين اسمهم بري مولرز. تمام. بري نشيل هاي، اسمهم بري مولرز. تمام. بعدين في عندنا ثلاث اسنان هون. تمام. اسمهم المولرز. المولرز هم عبارة عن الطواحين. تمام. في عنا ثلاث طواحين، فيرست مولر، سكند مولر، ثيرد مولر. وقبل الطواحين في عنا إشي اسمه بري مولرز، بري قبل، مولرز قبل الطواحين. فهم فيرست بري مولر، سكند بري مولر، بعدين في عنا الكناين، بعدين في عنا اللاترال انسايزر، بعدين السنترال انسايزر. هاي أصلا رح تاخذون بالتفصيل المحاضرة الجاي. تمام. وأذكر إنه كمان في تسمية الأسنان أكثر بالأنظمة. تمام. المحاضرة الجاية رح تاخذوها إن شاء الله، هم سهلات يعني ما بدهم إشي. حكينا عند الأشخاص البالغين هون في عنا ثمان أسنان، هون ثمان أسنان بكل كوادرنت، هذا ربع هذا ربع هذا ربع، كل واحد فيهم فيه ثمان أسنان. أما عند الأطفال فكل كوادرنت عندنا هو عبارة عن خمس أسنان بمجموعة 20 سن. نفصلهم واحد واحد. هذا عبارة عن سنترال إنسايزر. تمام. هذا عبارة عن لاتيرال، اكتب لاتيرال إنساي، ليش تخربط؟ عبارة عن لاتيرال، لا
ساي زورتما، هذا عبارة عن كناين ناب، وهذول عبارة عن مولارز، فيرست مولر وسكند مولر. طب شو الفرق ما بين البرايمري والسكندري تيث؟ اول اشي بالبرايمري ما في عندنا هذول الاثنين بري مولر، تمام؟ هاي هذا بالنسبه للاول. ثاني فرق اللي هو ما في عندهم الثيرد مولر اللي هو الوزدن تيث، او اسمه اللهم صل محمد طحونه العقل، ما مش موجوده عندهم، تمام؟ فما في عندهم اثنين بري مولر وما في عندهم وزدن تيث، تمام؟ طب الان بما انكم عرفت هاي المعلومات، طب الان صح نشرح السن لحاله على حده. طب السن مقسم الى قسمين، اول شيء في عندنا الجزء العلوي من السن اللي هو الكراون، وبرضه في عندنا الجزء السفلي اللي هو الروت، تمام؟ الكراون عندنا بتكون من ثلاث مكونات، الانامل هي الطبقه الخارجيه والاولى للسن، الدنتين هي الطبقه الداخليه اللي تحت الانامل مباشره، والبلب كافيتي، تمام؟ هاي الكافيتي معناها الحفره الموجوده جوا، تمام؟ اللي موجود فيها النيرف، تمام؟ الابر بلب كافيتي، تمام؟ فعندنا بلب كافيتي، دنتين، وانامل. طب بالنسبه للروت، فاحنا في عندنا اول طبقه موجوده عندنا، في عندنا هيك حوالين يعني هذا الروت، في عندنا هون شيء اسمه سيمنتم، تمام؟ هذا السيمنتم في صوره كانه هون بتبينه بشكل واضح، السيمنتم يعني هي زي هيك، تمام؟ هاي السيمنتم، تمام؟ هذا السيمنتم، هذا الطبقه الخارجيه للروت، تمام؟ هاي بالنسبه لاول طبقه اللي هو السيمنتم اللي بتحتوي الروت. بعدين راح يكون في عندنا هون الدنتين، زي ما لاحظتوا الدنتين هو إشي مشترك ما بين الكراون وما بين الروت، هون في عندنا دنتين وهون في عندنا دنتين، تمام؟ سيمنتم، دنتين، وبرضه في عندنا البلب كافيتي اللي موجود عندنا داخل الروت، تمام؟ لهون هذا اللور بلب كافيتي، تمام؟ فهذه بالنسبه لتشريحهم. طب بالنسبه للاشياء اللي ماسكه هذا السن، تمام؟ السن عندنا هون ممسوك ب اول شيء السمنتم اللي حكينا عنه، تمام؟ وبرضه في عندنا هون بون، تمام؟ الفيولر بون زي ما حكينا احنا، السن لو بدك تشيله، تمام؟ لو شلنا السن هذا لفوق، تمام؟ راح يضل عندنا هون شيء اسمه هون المكان اللي بيرتبط فيه السن اسمه الفيولر بروسيس، تمام؟ فهذا الفيولر بون، تمام؟ وفي عندك هون السمنتم، يربط ما بين الفيولر بون والسمنتم، يربط فيما بينهم بريدونتال ليجمنت، هاي صوره بتبين هذا الشيء، تمام؟ هاي بون، تمام؟ وهذا السيمنتم، تمام؟ في ما بينهم ليجمنت، تمام؟ هاي بتربطهم فيما بعض. برضو في عندنا القم اللي هي اللثه بتربط السن مع العظم الموجود عندنا هون وبتثبته في مكانه. لان صراحه هاي شايفين لهون صار عباره عن قراءه بس سريعه سريعه، بقول لك الكيدز عنده 20 برايمري تيث، تمام؟ 10 في كل جو، بقول لك الادلت عندهم 32 سن، تمام؟ بما في ذلك الويزدم توث، لانه في منهم بكون لسه مش طالع لهم الويزدم توث، تمام؟ اللي هو طحونه العقل. بقول لك احنا في عندنا اثنين جو، تمام؟ ماكزيلا، وفي عندنا مانديبل، تمام؟ بقول لك بالماوث في عندنا 4 كوادرنت، كل جو فيه 2 كوادرنت، تمام؟ في عندنا رايت وليفت، هذا رايت وهذا ليفت. اوكي تمام، بحكي لك عن ارقام الاسنان الموجوده. في عندك هذا وينها بالسكندري او بالادلت تيث، تمام؟ البيرمننت تيث، احفظوا هذا الاسم صح، بيرمننت وديسيدس، تمام؟ تيث احفظوهم، يعني بحكي لك بدل برايمري بحكي لك ديسيدس، او بدل سكندري بحكي لك بيرمننت، تمام؟ اللهم صل محمد ونصنا. بحكي لك انه بكل كوادرنت عندنا فيه 8 اسنان، تمام؟ وبالجو الواحد فينا 16 سن، بما في ذلك الثيرد مولر، لا تنسوا، تمام؟ بقول لك بكل كوادرنت في عندنا 2 انسايزر، 1 كناين، 2 بري مولر حكينا عنه، في عندنا 3 مولر، بما في ذلك الثيرد مولر او الويزدون تيث. الان نيجي نحكي عن طيب الابر بارت اوف ذا توث، تمام؟ از كولد كراون، حكينا تشريح السن لحاله. ابر بارت هو كراون، واللور بارت اللور بارت هو الروت، تمام؟ الابر بارت الكراون بتكون من 3 طبقات، انامل، دنتين، بلب، تمام؟ اللور بارت بتكون من 3 طبقات برضو سيمنتم، وبرضو في عندنا دنتين، وبرضو في عندنا الانر لاير للبلب، تمام؟ طيب بيقول لك the part of the bulb in the crown is called bulb chamber، تمام؟ اللهم صل محمد، اللهم صل محمد، المكان اللي البلب، تمام؟ البلب الموجود بالكراون اسمه bulb chamber، تمام؟ اما الموجود تحت بالروت اسمه بس بلب، تمام؟ حلوه المعلومه هاي، او بنسميه احنا روت كانال، تمام؟ بنسميه روت كانال، يعني قناه الجذر. بحكي لك بالبرايمري تيث اسنان الاطفال بتبلش تطلع عندنا من سن، خليني هيك اوضح لكم اياها اكثر، تمام؟ من سن 6 اشهر، تمام؟ من سن 6 اشهر ببلش يطلع عندنا اللهم صل على سيدنا محمد اسنان البرايمري اللي هي الصغيره هذول، تمام؟ هذول الاسنان الصغيره. بعديها ان طبعا هاي غيروهم، مش لما يصير عمرك 12 سنه، لما يصير عمرك 6 سنوات بصير في عندك ميكس دنتيشن، بصير في عندك اسنان لبنيه برايمري واسنان دائمه اللي هي اللهم صل على سيدنا محمد
قولوا معي اللي هي البيرمننت تيث. تمام، بيرمننت تيث وبرايمري تيث بصيروا بالتحديات مع بعض، يعني بصير عندك إشي هيك وإشي هيك، إشي هيك وإشي هيك، إشي لبني وإشي دائم. تمام، بعدين على سن 12 كل اللبني بروح، بضل عندك بس الأسنان الدائمة. طب الآن نجي نحكي عن the tooth is anchored in the jaws by the periodontum which include، بحكي لك إنه السن اللي بربطه هو البيريدونتم. تمام، اللي بتكون من أربع مكونات، القم حكينا عنها، اللثة اللي بتمسك العظم مع السن، الفيورال بروسيس العظام الموجودة هون، البيريدونتال ليجمنت، لاحظوا بيريدونتم وبيريدونتال ليجمنت، البيريدونتال ليجمنت هي عبارة عن جزء من البيريدونتم. تمام، طيب البيريدونتال ليجمنت هي عبارة عن أربطة موجودة بتربط ما بين البون وبين السمنتم، وفي عندنا السمنتم آخر إشي هو اللي بيعملنا كفر لشو للدنتين الداخلي للعظم. الآن هيك صار لازم نحكي عن أفرع طب الأسنان. طب نيجي الآن نحكي عن تخصص في طب الأسنان. أول تخصص عندنا اللي هو أورثودونتكس. دونتكس معناه إشي متعلق بالأسنان. تمام، أورثو معناها إصلاح، فأورثودونتكس هي عبارة عن تقويم، لأن تقويم مسؤول عن إصلاح صف الأسنان. تمام، أورال سيرجري جراحة، بيريودونتكس بيريو معناها حول. تمام، دونتكس إشي متعلق بالأسنان، فإيش الإشي اللي حول الأسنان؟ هو اللثة. تمام، بروستودونتكس بروستو هي عبارة عن بيكون في إشي عندي مفقود وأنا بدي أجي أعوضه، فهي عبارة عن تعويضات سنية. تمام، بيدو دونتكس بيدو معناها أطفال، فطب أسنان الأطفال. هيلث بابليك صحة العامة، أورال باثولوجي علم الأمراض أو علم أو بيئة الفم. تمام، إندو دونتكس دونتكس حكينا إيش متعلق بالأسنان، إندو إشي داخلي، إيش الإشي اللي داخل الأسنان؟ هو النيرف العصب، هو علم أعصاب الأسنان. الأورال راديولوجي هي الأشعة المتعلقة بالفم. تمام، طيب نحكي الآن عن أفرع طب الأسنان. أول شيء في عنا basic dental sciences، في عنا علوم أساسية لطب الأسنان أنا بحتاجها. تمام، حتى لكل الأفرع. تمام، يعني هذا هو الإشي الأساسي اللي أنا ببني عليه، مثل إيش؟ oral anatomy, histology, embryology, oral biology, dental anatomy, oral pathology, oral radiology. طب سؤال، أنا ما بعرف أحكي لكم، بس هذولا الأسماء هاي مش للحفظ. تمام، مش إنك أنت تحفظ والله إيش تخصصات orthodontics, oral surgery، لا، هي أصلا معلومات كثير عامة جدا عامة. تمام، وهسه رح نفصل عنهم واحد واحد، فعشان هيك لا ما تحفظ هذول. ولكن إيش الإشي ممكن يجيك سؤال هون، ايش من هذول عباره عن بيزك دنتال ساينس، او هذول كلهم عباره عن بيزك دنتال ساينس ما عدا كذا، فهمت كيف؟ فاحفظهم بشكل مبدئي. تمام، هذول، اما هذول لا ما تحفظهم. تمام، طيب روستوريتيف دنتستري هو عباره عن علم الحشوات والعصب، اندودونتكس مسؤول عن العصب، عن العصب، كونزرفاتيف دنتستري هو مسؤول عن الحشوات. تمام، وهسه رح نحكي عنهم كمان برضه. طب بروستودونتكس مسؤول ان عباره عن اما اصلاح او انك تشيل، يعني يا بتصلح الجزء الخربان وانك بتشيله. تمام، تمام، بيريودونتكس بيريو حكينا اللثة، أورال سيرجري، أورال ميديسن، بيدياتريك دنتستري عبارة عن نفسها علم البيدو الأطفال. تمام، أورثودونتكس وفورنسيك دنتستري علم طب الأسنان الجنائي، لما يصير في عنا حالات جنائية إشي مختص بالجرائم وكذا، فهذا هو تخصصهم. هسا رح نبلش ان شاء الله نحكي عنهم واحد واحدة، فانجوي، يلا يا رب. روستيريتيف دنتستري، روستيريتيف دنتستري هذا معناه انه انا السن اللي موجود عندي، تمام، هذا السن فيه مشكلة، فانا بدي ارجعه، احاول ارجعه لوضعه الطبيعي، لكن انا ما بدي اخسر هذا السن بشكل كامل. تمام، فبقول لك differentiation of operative dentistry هو the art and science of the diagnosis تشخيص and treatment and prognosis. ايش معنى prognosis؟ هس حكينا diagnosis تشخيص، treatment علاج، prognosis هي عبارة عن توقع، تمام، مستقبل السن بعد ما اعمل له، تمام، الاشي اللي انا بدي اعمل له اياه الريستوريتيف، بعد ما اعمل له الريستوريتيف. تمام، فانا بتوقع مستقبل السن of the effect of the teeth that is do not require for full coverage restoration for correction، يعني ما بحتاج اني انا اشيل السن كامل، تمام، لحتى اني اصلح هذا السن. الايم تبعه، تمام، الهدف من الريستوريتيف دنتستري هو اني انا امسك السن وارجعه للهيلث تبعه، للفانكشن تبعه، ولا جمالية المظهر تبعه. تمام، بدون ما أنا أخسر هذا السن. أوكي، أوكي، تمام. إيش الكافيتي؟ الكافيتي هي عبارة عن الحفر اللي تنتج إنه لما يصير في عنا تسوس، فبيجي دكتور الأسنان بيشيل لنا هذا التسوس. تمام، فهذه اسمها كافيتي. describe the defect on the tooth، الأثر أو المشكلة اللي بتصير على التوث، which is
the result of caries من التسوس. تمام. طب نيجي الآن نحكي عن الدنتال كاريز بشكل عام. تمام. الدنتال كاريز هي عبارة عن إنه بكون أنا في عندي ميكروبات موجودة على السن. تمام. هاي الميكروبات شو بتعمل؟ بتتغذى على الأكل الموجود هون، على السكريات الموجودة هون. تمام. فلما تتغذى عليه بتفرز لنا أحماض. هاي الأحماض بتؤدي إلى إنه تشيل طبقة الإنامل الموجودة عنا، فبالتالي بتطلع عنا كل المعادن اللي موجودة داخل السن، فبصير عندنا الإنامل هيك يعني بروح. تمام. بصير السن هيك مكشوف وبصير شوفي عليه كاريز. تمام. فخلينا نقرأ هون شو بقول لك. Is an infection microbiological diseases of the teeth that result in localized dissolution and destruction of the classified tissue. بحكي لك إنه الله سبحانه بيكون في عندنا ميكروبات ما بتحلل لنا وكمان بتعمل تآكل للكلاسيفايد، معناها زي المعادن الموجودة بداخل السن. تمام. The enamel and dentin are mineralized، معناها يعني زي بمعنى كلاسيفايد، يعني هي داخل الإنامل والدنتين في داخلهم إيش؟ في داخلهم معادن. تمام. فبقول لك when they are caries، بصير لهم caries، they become demineralized. دي معناها إزالة أو عدم، يعني بطلت. تمام. فدي من الأرض، فهي بطلت المعادن اللي فيها طلعت من عندها. تمام. طيب كيرز از ديو تو بكتيريا، سبب البكتيريا، والبكتيريا الأساسية في الكيرز هي ستريبتوكوكس ميوتانس. اسمها شوي غريب، ستريبتوكوكس. ستريبتو تمام هي عبارة عن شيء هيك كثير طويل. تمام. كوكس هي عبارة عن دوائر، فهي شكل البكتيريا بيكون عبارة عن اللهم صل محمد هيك خيط طويل وعليه دوائر. تمام. فبتصير تاكل اللهم صل محمد، بتكسر الأكل تمام والشوكر الموجود بينه وبتفرز لنا حمض. هذا الحمض بيؤدي إنه يصير في عنا demineralization. تمام. والتوث عندنا بصير عليه كاريز. طيب intra oral radiology بقول لك عن صور الأشعة الموجودة عندنا. هاي الصورة تمام اسمها periapical radiology. اللهم صل على محمد. هنا هذا السن تمام، لما تحكي عن الجذع القمة تاعت هذا اسم شو؟ ابيكس. تمام. هاي قمة السن ابيكس، بس توقع ما بينت. تمام. فبحكي لك انه يعني هاي الصورة بتبين لي السن من الجذر إلى أقصى الإنامل الموجود عندنا، فبتبين لي السن كامل على فك واحد. تمام. فشو اسمها؟ بيري أبيكال راديوغرافي. تمام. راديوغرافي أو صورة الأشعية تمام يوز إن أورال كافيتي، بنستخدمها بداخل الفم. راديوغرافي تو يور رايت إز كولد بيري أبيكال راديوغرافي. تمام. إت شوز ذا هول توث، بتبين السن كامل، الكراون والروت تبعها، the surrounding structure like the maxillary sinus. sinus معناها جيوب. تمام. فهي بتبين لك الستركتشر الموجود حوالين السن مثل الماكسيلاري ساينس. تمام. طيب بهاي الصورة احنا نقدر نشوف ثلاث طبقات. تمام. نقدر نشوف الانامل، نقدر نشوف الدنتين، نقدر نشوف البلب. هاي انامل دنتين بلب. هاي ها انامل مبين هون، دنتين اخف هون بلب. بحكي لك انه السبب الرئيسي لانه لون السن او لون الانامل عندنا ابيض، انه الانامل وبرضه كمان الدنتين انه هم مينرالايزد، فيهم معادن. تمام. فهذا السبب بيخلينا نشوفهم باللون الابيض. طب البلب ما فيه معادن داخله، فهو عباره عن تجويف، عشان هيك بيبين لنا باللون الاسود. طيب اللون الابيض ايش احنا بنسميه؟ راديو اوبك. تمام. اللون الاسود راديو لوسنت. تمام. فيقول لك ريدو لوبيك، مصطلح نستخدمه لما يكون السن او اللون اللي عندنا باين عندنا مايل للابيض. الراديو لوسن نستخدمه لما يكون مايل للاسود، وكل ما زادت نسبه المعادن عندنا النسيج عندنا طلع ابيض اكثر واكثر. تمام. طيب بقول لك انه مثلا صح هاي المعلومه هون خلينا نقرا. انامل راديو اوبيك بيكوز اتس ذا موست مينرالايزد، اكثر يعني اكثر بياض عندنا شو بكون عندنا هو الانامل. ليش؟ لانه الكميه المعادن اللي فيه بتكون اقوى شيء. بعديها في عندنا الدنتين فيه معادن لكن اخف من الانامل. تمام. وبحكي لك برضه اللهم صل على محمد، لما يكون في عندنا انه الكاريز تمام تنتشر عندنا بشكل كبير بالانامل. تمام. الكاريز بكون شكلها كمان راديو لوسن. تمام. مثل هيك. هاي عبارة عن شو؟ هاي عبارة عن كاريز لما نشوفها. فأنت لما تشوف راديو لوسنت على الإنامل أو على الدنتين فهذا عبارة عن إيش؟ عبارة عن كاريز. والبلب راديو لوسنت بيكوز إتس نوت مينرالايزد، ما فيها معدن. طب نكمل هون. في عنا هاي الصورة، هاي الصورة اسمها
بايت وينج راديوغرافي، عباره عن بايت وينج راديوغرافي. ايش الفرق بين الصوره اللي فوق والصوره هاي؟ هاي الصوره ما بتبين لي سن واحد وما بتبين لي السن كامل، تمام؟ هاي بتبني الطبقتين او الكلوزال سيرفس تاع السن، تمام؟ فبحيث انه نشوف الاشياء الموجوده فيما بين الاسنان بوضوح اكثر، لانه بالصوره هون ما بتبين مثل هاي الصوره، تمام؟ ف اللهم صل سيدنا محمد. فهنا بتحكي لك انه ببين الاثنين جو مش جو واحد، وما بتبين السن كامل لانه السن هنا فيه له تكمله، صح ولا انا غلطان؟ صح، السن هنا فيه له تكمله، فما ببين السن كامل. فهذا اسمه بايت وينج راديوغرافي. وي كان يوز راديوغرافي تو سي كاريز ان ارياز ذات ار ديفيكلت تو لوكيت كاريز such as between two teeth interproximal. يعني بقول لك انت اذا بتشوف هذا هاي الاسنان الموجوده عندك، تمام، هاي الاسنان اذا بتطلع الى هون يعني ما في عليها كاريز، امورها تمام، ولكن لما تجيبها على الراديوغرافي تطلع هون هاي طلع في انه كاريز موجود هون، تمام. فعشان هيك احنا بنستخدم الراديوغرافي في الاسنان. in the first picture the tooth looks healthy مبينه وما في عليها كاريز، لكن لما حطينا على لما عملناها الراديوغرافي، تمام، اللهم صل على محمد، بين الكاريز عندنا. interproximal caries is prevented by dental floss. ايش هذا؟ بحكي لك انه انا انتربروكسيمال في معناه بما ما بين الاسنان، ما بين السن والسن، تمام؟ التسوس اللي بيكون ما بين السن والسن، تمام، نقدر نمنعه عن طريق الدنتال فلوس. شو هذا؟ هذا عباره عن الخيط، لما تستخدم الخيط او نكاسه الاسنان، وعنه مش كثير يحبذ استخدامه، لكن الشيء انك تنظف فيما بين الاسنان، تمام، اللي هو افضل شيء هو الدنتال فلوس، تمام. بقول لك due to food impacted between two teeth. طيب the second picture is a bite wing radiography. بحكي لك it show only the crown، بين لك الكراون وجزء من الروت مش كامل. بقول لك مش نفس البيري ابيكال اللهم صل على محمد radiography، تمام، that shows the whole tooth. هذا شو البيري ابيكال؟ بقول لك البايت وينج ببين teeth in two both jaws زي ما حكينا، and very helpful to diagnose interproximal caries عشان نحدد الكاريز الموجود فيما بين الأسنان. طب نيجي نحكي الآن عن restorative material، المواد اللي احنا نستخدمها لحتى نحشي السن، إما بتكون أملقم أو بتكون كومبوزيت، وهذولا عبارة عن مثال على direct restoration، تمام؟ الأملقم هي عبارة عن الحشوة الفضة، الكومبوزيت هي عبارة عن الحشوة التجميلية، تمام؟ they are example of direct restoration، تمام؟ طب نيجي الآن نحكي عن الأملقم بشكل عام. الأملقم حشوة الأملقم بتكون حساسة جدا للضوء، عشان هيك تيجينا على شكل كبسولات، بتكون محطوطة في كبسول. ليش؟ لأن بس تتعرض للضوء بتجمد، تمام؟ فبقول لك إنه بتيجينا على شكل كبسولات، كبسول كمز أملقم كمز إن كبسولز أند إتس أكتيفيتد وين، بتتفعل لما أنا شو أعمل؟ أعمل لها الميكس، تمام؟ في ماكينة خاصة اسمها أملقوميتر، تمام؟ طب بقول لك أنا قبل ما أحط الأملقم الموجود عندي، تمام، أنا لازم أشيل الكاريز، تمام، وأبعد الكاريز اللي أنا موجود. على سبيل المثال هذا السن كان يفترض أنه مكمل، تمام، لكن الكاريز كان بهذه المنطقة، فأنا شلت الكاريز، تمام، طلعته من عندي، بالإضافة أنه مش بس أنا طلعته من الكاريز من عندي، عملت شكل الحفرة بطريقة تكون على شكل الكرسي، بحيث الأملقم تقعد فيه زي كأنها قاعدة على كرسي وتثبت فيه. فهمت علي كيف؟ يعني أنا مش بس بجيل منطقة الكاريز الموجودة، لا، بشيل منطقة الكاريز ومنطقة اللي حوالين الكاريز حتى أعمل السن بطريقة اللي أقدر أخلي الأملقم يترك عليه ويثبت فيه، تمام؟ فبقول لك before insertion the أملقم، قبل ما أحط الأملقم you should remove the caries، شيل الكاريز and prepare the tooth in a critical way، تخليها جاهزة بطريقة ما، تمام. بعديها بدك تعمل اد، تمام، عليها للتوث. بعديها شو بدك تعمل؟ بدك تعمل كيرف، بدك تعمل نحت او حد، تمام، اللهم صل على محمد، بدك تنحت السن، تمام، عشان يصير شكله وتفاصيله الخارجيه، تمام، مشابهه للسن الطبيعي. طب الادفانتج ايش؟ الايجابيات وايش المسار؟ ادفانتج انه السن كثير قوي، تمام، جدا قوي، تمام، عشان هيك احنا اصلا نستعمله غالبا للاسنان الخلفيه، تمام. بقول لك انه هو متين، متين جدا، وبضل يعني بيستمر مع الانسان لوقت كثير طويل، تمام. بقول لك ليس توث سنسيفيتي، بقول لك انه الاسنان حساسيتها بالنسبه له كثير قليله، تمام. بقول لك انه تكلفته قليله كمان. بقول لك
هو مش بلون الاسنان نطف كلرد لونه بيختلف. طلعوا هنا شوف لونه بيختلف. عشان هيك ليش قلت لكم احنا بنحطه بالاسنان الخلفيه؟ اول شيء عشان لونه بيختلف. الاسنان الخلفيه لما تبتسم، طلع معي ابتسم الان، اسنانك الخلفيه ما بتكون مبينه، بتكون مغطيها وجهك تمام. فعشان هيك بنحطها ورا عشان ما تبين. زائد انه هاي المنطقه، المناطق تاعت المولرز، مناطق الضغط عليها كثير شديد، فعشان هيك بدك قوه اكثر، عشان هيك بنحطها هون. لكن الناس صارت تستغني عنها وتستعمل الكومبوزيت احسن لها صراحه. ليش؟ لانها شكلها افضل. طيب بحكي لك انه هي ممكن يصير لها اللهم صل محمد، ممكن يصير لها تاكل، وانها تتاكل تمام. ليش؟ انها هي عباره عن املجم بالنهايه تمام، فممكن تتاكل. وبقول لك انها ما بترتبط على السن نفسه، فما بيصيروا يعني جزء واحد. فعشان هيك بقول لك انت لازم تحفر الحفره بطريقه معينه، انك تحط الاملجم فيه وتثبت الاملجم تمام، بحيث انه ما يتحرك. كوتين ميرشري اللي هي فضه، فيها فضه، والفضه والاملجم تعتبر والفضه والزئبق الثنتين بيعتبروا مواد سامة تمام، عشان هيك احنا ما بنفضلها. أمالجان ريستوريشن جين بحكي لك هون انه انت زي ما حكيت لكم انه الأمالجان عندنا هون ما بركب على السن بشكل ميكانيكلي تمام، ما بيرتبط ارتباط كيميائي زي ما نحكي احنا، ولكن انت لازم تحفر له حفرة معينة that tooth should be prepared تمام، بطريقة معينة انك جهزها بطريقة معينة so it doesn't get out easily عشان ما تطلع بسهولة تمام. هون في رابط لفيديو تقدر تعمل هيك وتنسخه تمام، وتروح تحضر على اليوتيوب بحكي لك كيف تحضر الأملجم، وصراحة فيديو ممتع تمام. طب بسم الله الرحمن الرحيم، نيجي الآن نحكي عن الكومبوزيت، عن الحشوات الكومبوزيت، الحشوات التجميلية. بقول لك إنه اللهم صل محمد، هي أصلا الإشي اللي إحنا غالبا بنستعمله تمام. بحكي لك إنه إحنا بنستعمل فيها اللايت كيور. شو اللايت كيور؟ هاي الأداة اسمها اللايت كيور تمام. هاي الأداة إذا أغلبكم طبعا راح على دكتور أسنان فممكن شافها، هاي بتطلع ضوء أزرق زي ما حكيت لكم. الحشوات غالبا بتكون حساسة للضوء تمام، بالذات الكومبوزيت، بالذات للون الأزرق بتكون حساسة بطريقة زيادة عن اللزوم. فلما يحط عليها الضوء الأزرق فالحشوة عندنا بتجمد أكثر، يعني بتجمد بسرعة أكثر تمام. بقول لك إيجابياتها إنها بتشبه لون التوث تمام، مايكرو بحكي لك إنها بترتبط تمام اللهم صل محمد بالسن بشكل ميكانيكي، فانت مش بحاجه الا انك تزيل شو المكان اللي عليه تسوس، بس هي مثلا هذا المكان عليه تسوس بس انك تشيله، هو مش بحاجه تعمل زي شكله زي الكرسي وكذا. فبحكي لك انه ماكرو ميكانيكال ريتينشن سو نو نيد فور سبيشال كافيتي ديزاين، انك تخصص له كافيتي ديزاين معين لها تمام. هاي زي ما حكيت لكم انه هون انا مش لازم اشيلها، يعني انا مش لازم اعملها زي شكل الكرسي واشغل لها شكل كامل. هون بحكي لك انه انا بس بشيل مكان الكاريز تمام، ويعطيني العافيه بس تمام. يورلس تو ستراكشر بتقلل اقل، فشو ليش هاي احسن؟ لانك انت بتشيل اقل تمام، جست فولو ذا كاريز، بس انت بتتبع الكاريز. طب بحكي لك ديس ادفانتج، ايش الاشياء اللي هي اللهم سيدنا محمد يعني سلبية في هاي تمام، في الكومبوزيت. بحكي لك انها تكنيك سنسيتيف، انها هي حساسة للوتر جدا، فعشان هيك انا بستعمل الرابر دام، هذا اسمه الرابر دام تمام، عشان ما يجي عليها لعاب سليفة موجود هون تمام من السن. فليش؟ لانها هي حساسة للوتر تمام، عشان هيك بتكون اضعف هاي تمام. So you have to use rubber dam for isolation of the tooth from the oral cavity fluids. بحكي لك isolation معناها عزل، عشان تعزل السن عن الفلويد الموجودة او السوائل السليفة بالذات اللي هي اللعاب الموجودة في الفم تمام. بحكي لك انه هي عندك انت مور ستيبس اكثر من الاملجم. الاملجم احفر حطها وثبتها وبس اعملها كيرف تمام، اما هاي لا، فيها مور ستيبس، بدك تحط الربر دام، بدك تجهز الربر دام وكذا، فاهم علي كيف؟ طيب بحكي لك بولي ميرايزيشن شرينج ذا ريستوريشن كونتراكت افتر لايت كيورينج ذس شرينكج كوز سند مارجنز سنسيتلي شرينج. بحكي لك هنا انه مشكلته انت بس تعمل السن تمام وتحط عليه حشوه الكومبوزيت تمام، مشكلته انها بعد بس تتركها الحشوه عندنا بتنكمش اكثر تمام، بصير لها شرينكج تمام تنكمش، فبالتالي بصير في عندي فراغات، بصير في عندي اماكن تدخل فيه شو اسمه
الميكروبات، فبالتالي بصير في عنا تسوس مرة ثانية ريكورنت كاريز، بصير يعني بصير في عنا تسوس بشكل متجدد، يعني كل شوي بصير في عنا تسوس من وراء إنها هي انكمشت فصغرت حجم السن فما صارت على حجم السن المناسب. عشان هيك في مساق الدنتال أناتومي اللي حكيت لكم عنه أول إشي، هذا المساق مهم ليش؟ بحكي لك الفيتشرز تبع السن، تمام؟ فانت بس تعمل سن بدك تهتم لهاي الفيتشرز دي، لانه اذا اختلف شوي ممكن يعني يصير يدخل ميكروبات اكثر واكل اكثر، فبالتالي بتصير عرضه اكثر للتسوس. تمام، بحكي لك اذا كاريز، انا تركت الكاريز لحاله، شوف ركز معي كثير منيح، بقول لك انه هذا سن، نعتبر انه هذا سن طبيعي، تمام؟ تمام، في عندي انا بالسن حد، تمام؟ اذا التسوس الخارجي بيصل لهذا الحد، تمام، خلص اعتبر انه بلش عندك الم بشكل مش طبيعي، يعني ممكن انه لنفرض انه الحد هذا هون، تمام، يعني هذا هو حد السن اللي اذا بتوصله. اذا كان الكاريز فوق لسه هذا يعني مش ضروري انه يوجعك، اما اذا دخل لهون وبلش بصير يعطيك الم جدا مرعب، تمام. طب بحكي لك انه اذا انت تركت السن بلا ما تعالجه، تمام، اللهم صل محمد، the bulb defense transferred from reversible bulbitis to irreversible bulbitis then total necrosis to bulb of bulb. بحكي لك انه اول شيء بيكون في انه لما يكون في شويه تسوسات بيكون اسمه reversible bulbitis، تمام، بعديها لما يزيد التسوس تمام ويصل للعصب تمام فبصير اسمه irreversible bulbitis. واذا انا تركت الريفرسبل بالبايتس وما عالجته بصير في عندي شيء اسمه نكروسيس. شو النكروسيس؟ هي عبارة عن انه اللهم صل على سيدنا محمد العصب عندي بموت، تمام، فبصير البكتيريا تنتقل عندي وتروح وين؟ للعظم اللي موجود حوالين العصب، فبالتالي بأثر على العظم، هذا اسمه نكروسيس، تمام. The bulb contain nerve fibers and blood vessels، فيها البلب ايش فيها؟ فيها nerve fibers وفيها blood vessels، تمام. بحكي لك انه reverse bulbitis the carries still didn't reach the bulb، لسه ما وصلت البلب، تمام، فعلاجها بس انك تشيل تريتمنت، انك تشيل بس الكاريز، تمام. اما الريفرس لا، بدك تعمل RCT. RCT هو عبارة عن سحب العصب، روت كانال تريتمنت، تمام، لما يصل العصب، تمام، زي الاشي اللي واصل طلع هون العصب هون كله ميت، هون لسه فيه حد، تمام، هذا العصب ميت، فانت هون بدك تشيل، بدك تحفر تشيل العصب وترفعه وخلص، هون بتقدر انك تعالج السن. واذا تركت زي ما حكيتك، اذا تركت السن بدون ما تعالجه، تمام، حتى يعني صاب RCT وما عالجته، فبالتالي بصير في عنا بلب نيكروسيس، تمام، البكتيريا ريتش ذا بون، تمام، اراوند ذا كاريز توث كوزينج بيري ابيكال باثوسيس، تمام. ان ذيس كيسز روت كانال تريتمنت از وان اوف تريتمنت اوبشن، يعني هذا خيار عندي اني انا استعمل روت كانال تريتمنت او سحب العصب، هذا اسمه ابسس اللي حكيت عنكم، هذا الخراج، تمام. هاي عباره عن اميون سيلز، خلايا مناعيه بتحاول لما صار البكتيريا وصلتها بتحاول انها تقاوم البكتيريا، تمام. عشان هيك حكيت لكم انه زمان كانوا يشيلوا الابسس الموجود بالالفيولر، تمام، ليش؟ لانه صار في عندهم RCT، صار في عندهم تسوس، تمام، بس ما كانوا يعرفوا طرق RCT، فعشان يشيلوا هذا الابسس. طيب نيجي الان نحكي عن البروسودونتكس او عن التعويضات السنيه، تمام، اللي هي احنا بنستخدمها لما يكون في عندنا طب نيجي الان نحكي عن بروسودونتكس او عن التعويضات السنيه اللي احنا بنستعملها لما يكون في عندنا فقد كامل للسن، مش انه انا بدي اعمل حشو، لا، لما يكون في عندي فقد كامل للسن. اذا تنزل سبيشالي بيرتينينج تو ذا دايجنوسيس تريتمنت بلانينج ريهابيليتيشن مينتيننس اوف ذا اورال فانكشن كومفورت ابييرنس اند هيلث اوف بيشنت وذ كلينيكال كونديشن اسوسييتد وذ missing or deficient teeth، تمام، انه يكون عندي انا missing or deficient في التيث، تمام، يكون في عندنا missing كامل، تمام. طب اور ماكسيلو فاشل تيشيو، الماكسيلو فاشل تيشيو هاي بعملها بس لازم اتاكد من انه انا ما يكون في عندي رفض مناعي لهذا الموضوع، تمام. طيب بحكي لك اسباب خساره الاسنان، اما انه بكون في عندك دنتال كاريز، بيكون في عندك تسوس، تمام، هذا التسوس وصل يعني لمرحله كثير عاليه انا مش قادر اعالج السن فيه، او انه بكون في عندي بيرودونتال ديزيزز، هذا المرض بيصيب اللثه، تمام، فبيظهر عندنا السن، وزي ما بتعرفوا البيرودونتيوم هي المسؤوله عن انها تمسك السن، فاذا راح البيرودونتيوم خلص فالسن ببطل ثابت فبفلت، تمام. تروما اني اتعرض لضربه كونجنشال ميسنج، انه اللهم صل محمد، انه فقدان خلص
حلقي او انه مثلا انا انولد وانا ما عندي هذا السن تمام، او سيرجيكال بروسيجر انه تكون بعمل عمليه جراحيه مثلا، تكون عمل جراحيه بالفم يكون في كانسر لا سمح الله فاتعرض لاني افقد هذا السن. طب افرع من البروسودونتكس اما فيكس بروسودونتكس او ريموفابل بروسودونتكس او امبلانت بروسودونتكس اند ماكسيلو فيشل بروسودونتكس. خلينا نحكي عنهم واحده واحده تمام. الريموفر ممكن تكون كومبليت او بارشل، ممكن يكون يعني طقم بيكون طقم كامل عندي او ممكن يكون جزئي، لا راح نحكي عنه تمام. والامبلانت بروسودونتكس او ماكسيلو فيشل بروسودونتكس هي عباره عن انك تعمل ريبليس للميسنج ستراكشر اند تيشو، للتراكيب المفقوده عندك والتيشو الانسج المفقوده عندك لايك بارت اوف ذا هارد بلت. هارد بلت اللي هو سقف الحلق تمام، سقف الحلق هون جوا هذا اسمه هارد بلت تمام. طبعا هارد بلت من قدام، من ورا بيصير سوفت بلت تمام. طيب اور بون دي تو تروما اند كانسر فيكس، خلينا نحكي عنهم واحده واحده. فيكس بروسودونتس في ان بده يحكي لنا الان ذيس 3 ار ان اكزامبل اوف اندايركت ريستوريشن. طب شو هن الدايركت ريستوريشن حكينا عنهم، الامالجام والكومبوزيت. طب شو الفرق بين الدايركت والاندايركت؟ الاندايركت هو انه انا بكون لازم يدخل عندي اللاب تكنيشن تمام، اما الدايركت لا. طب ذيس ريستوريشن ار بريبيرد باي ذا دنتست اند ذن امبريشن از تيكن تو ذا لاب تكنيشن تمام to make them and on the next visit the dentist اللهم صل محمد لما يجي يزيره المريض مرة ثانية اللهم صل محمد لوت this restoration the difference between crown and inali and unali هسه بحكي لكم اياها is the crown restoration the whole teeth not part of it. طب يعني خليني انا اميز لكم ما بين الانالي الانالي الكراون. الكراون هو اني انا بكون في عندي جزء معين بس من السن بالنص تمام، وانا اعوض لك الانام اذا شبه الانام الكامل تمام، المنطقه هاي كلياتها. انه الانالي انه يكون انا في عندي بارت كبير موجود لكن برضو في بارت كمان كبير ناقص، انا هون يكون في عندي بارت كثير كبير موجود لكن بارت صغير ناقص فاضيفه عليه تمام. بحكي لك another example of fixed prosthodontics which is a bridge، مثال ثاني على prosthodontics الفيكسد هم تمام، اللي هو البريدج. لما انا يكون في عندي سن فاقده هون بس انا ما بدي اعمل زراعه، يعني الزراعه كثير غاليه فاهم كيف، فشو بعمل؟ بعدل هذا السن وبعدل هذا السن، يعني بشيل الكراون تبعه وهذا الكراون تبعه، بركب هون كراون هون كراون ومعهم كراون هون لهذا السن مرتبط فيما بينهم تمام، فهذا اسمه بريدج تمام. When patient lose his tooth لما يخسر سنه the two adjacent teeth المجاورات الأسنان المجاورات are prepared بتم تحضيرهم to replace the missing tooth it's one fixed unit تمام. Another option to treat missing teeth is implant، يعني خيار ثاني لأني أنا أعوض هذا السن بدل يعني هاي الطريقة اللي هي طريقة البريدج إني أعمل implant إني أزرع، لكنه هاي الطريقة كثير غالية تمام. Some material used in crown بحكي لك إنه الماتيريالز اللي احنا نستعملهم بالكراونز ممكن يكون سيراميك تمام، ممكن يكون اللهم صل محمد بورسلان متحد مع الميتال مع المعدن تمام. سينز ذا بورسلان از مور يعني هذه معناها انه يكون جميل جدا تمام، انه يكون جميل تمام. اند ميتال سترونج تمام، منتال كراون هاز يعني بحكي لك ان البورسلان بيعطيك شكل ممتاز، اما المنتال بيعطيك قوه تمام. هاز بورسلان لاير ات ذا توب تمام. ذا منتال كراونز المنتال كراونز تمام ما نستعملها كثير مثل الجولد والبي اف ام. طب اللهم صل على سيدنا محمد. بحكي لك هون بحكي لك عن الفينيز. الفينيز احنا متى بنستعملها؟ بنستعملها لما يكون في عندنا ستيند السن، يعني يكون عندنا ستيند مصبوغ تمام، او يكون ويرد شيب، يكون ويرد شيب انه يكون الشكل تبع هيك غريب تمام. عشان هيك احنا بنستعمل السن وهو يعني الفينير تمام، وهو بيعطيك منظر جمالي مخيف. طب نحكي الان عن ريموفابل بروستودونتكس. بحكي لك في عندك نوعين، اما بكون بارشل دينيتشر أو بكون كومبليت ناسو، أو بكون جزئي أو بكون كلي تمام. بحكي لك إنه أنا هنا بعوض جزء معين من الأسنان، أما هون لا، هون بكون المريض عندي خاصر كل أسنانه وبعوض له إياهم كلياتهم تمام. they are called removable. ليش بنسميه إحنا removable أصلاً؟ لأنه المريض بيقدر يشيله متى ما بده، بيقدر يرجعه متى ما بده. أوكي. طب نحكي الآن عن الإمبلانت بروسودونتكس. This method can replace one or multiple missing teeth. إني أنا يا بعوض سن يا بعوض أكثر من سن. لكن هاي الطريقة غالية تمام. ليش؟ إني بستعمل إن هنا هذا البرغي هذا بيكون تيتانيوم تمام. وهذا كثير غالي تمام. هذا التيتانيوم أنا بزرعه داخل السن تمام، وبستنى 6 أشهر تقريبا لبين ما العظم يمسك هذا السن ويثبت أكثر، من 3 إلى 6 أشهر. طبعا كل ما زدت أكثر كل ما كان أفضل. ليش؟ عشان يثبت السن أكثر تمام. بعديها بركب الكراون عليه.
تمام. انت the bone action as a root and a crown is inserted later on. بركبها بعدين. We wait من 3 إلى 6 أشهر after implant بعد ما أزرع to make sure we have osteo integration, إنه أنا التحم عندي التيتانيوم مع العظم تمام. طيب then the crown is placed, بعدين بحط الكراون. Implant allows the patient to floss and is the scent require preparing. بحكي لك إنه يعني البلانت أنا بقدر إني مثلا أستعمل الخيط عشان أنكش أسناني زي ما بحكوها, أو أنا مش بحاجة إني أحضر تمام. الأجهزة معناها تيث, معناها الأسنان المجاورة. مش حكينا هون إن أنا بدي أعدل على الأسنان المجاورة تمام عشان رك يعني أشيل الكراون تبعها, وهذا أشيل الكراون تبعه أو مش الكراون, الإنامل, طبقة الإنامل منها. فعشان هيك بحكي لك إنه أنا مش بحاجة إني أشيل من هذا, هذا بظلم ثابتين, لكن هذا بس بزرعه لحال تمام, مش زي البرج. في replacing multiple teeth تمام أكثر من سن, for example we don't have to insert 3 implants. مثلا لما يكون في عندي 3 أسنان تمام, أنا مش بحاجة إني أزرع 3 أسنان كاملات تمام. ليش؟ لأنه غالي, فبزرع واحد وواحد وبحط فيما بينهم رج تمام. طيب اللهم صل على محمد. بحكي لك إنه we can also use implant to replace complete removable denature. طب maxillo facial prosthetic تمام. بحكي لك بهاي انه انا بكون في عندي الانسان متعرض لضربة, متعرض لاشي تمام. يعني انا هذا المجال مش مختص بس بالاسنان, وانما ممكن عادي يكون في عندنا نقص في اللثة العليا, فانا بدي اعوضها تمام. ريبليس ديستركتد اور ريموفابل ستراكشر ات كود بي ديو تو كانسر, ممكن من الكانسر, ممكن تروما, الواحد متعرض لضربه. ذيس از كيس فور ا بيشنت هو از ميسينج بارت اوف ذا ماكسيلا تمام. يعني الماكسيلا عنده خسر منها بارت, والفيولر بون اند هارد بلد, شايل الماكسيلا عنده رايحه والهارد بلد والالفيولر هي الاماكن اللي بيحتوي السن تمام. كان عنده نقص فعشان هيك عوض له اياهم فصار شكله زي هيك. بنرجع نحكي عن الأورثودونتكس أو عن تقويم الأسنان. إذا سبيشال ديز ويذ ذا دياجنوسيس بريفنشن انت انتر كيبشن اند تريتمنت اوف مالو اوكلوجن. بحكي لك إنه هو مختص بإنه يشخص ويمنع ويعترض ويعالج تمام المشاكل اللي بتصير في عملية الأوكلوجن الإطباق تمام اوف ذا تيث تمام. alternation alteration تمام in their surrounding structure, يعني يعني حتى مرتبط بالsurrounding structure الموجودة حوله. هو ممكن يكون تمام there are two types منه تمام من orthodontics, إما بيكون removable أو الشائع أكثر. هذا removable تمام, أو الشائع أكثر اللي هو fixed orthodontics مثل اللي إحنا بنعمله بشكل طبيعي هون موجود عندنا هون. طيب نيجي الآن نحكي عن البيدو دنتكس أو عن البيدياتريك دنتست اللي هو طب الأسنان الأطفال. شو بميز طب الأسنان الأطفال؟ طب الأسنان الأطفال بيتعامل مع كل الحالات تمام, ولكن يعني إحنا بنعمل مخصص للأطفال. ليش؟ أول شيء الأطفال أسنانهم أقل وأسهل تمام. الأطفال اللي عمرهم تحت 12 سنة ليش؟ لأنه بكون في عندهم أسنان لبنية, وزائد الأطفال بيخافوا من إشي اسمه طبيب أسنان. فعشان يعني حتى يعني أكثر إشي بيكتسبه طبيب الأسنان تاع الأطفال هو كيف يتعامل مع الأطفال, كيف يشيل الرهبة تعيد اللهم صل محمد الأطفال من أجهزة الأسنان ومن دكتور الأسنان ومن الأصوات اللي بسمعوها تمام. الآن رح نحكي أنا جف defined specialty that provide both primary and comprehensive preventive and therapeutic oral health care for infants and children through adolescence, including those with special health care needs. تمام بحكي لك إنه هذولا يعني بالله مسلم محمد, يعني هذا الدكتور مختص بعمر معين اللي هم الأشخاص اللي تحت 12 سنة, هو بيتعامل معهم بطريقة مناسبة لإلهم وبحيث إنه يحافظ على صحتهم. يعني هم يصيروا يحبوا طبيب الأسنان ويصيروا يحافظوا على صحته أكثر. Objective giving comfort عطي الراحة اللهم صل محمد relieving pain يعالج الألم أشيل الانفكشن تمام and restoring function إني أحافظ على وظيفة الأسنان الموجودة عندنا, وكمان إني أنا أشيل الخوف الموجود عندهم من طبيب الأسنان. فبالتالي بس أشيل الخوف فهم بصيروا يهتموا بصحتهم الفموية تمام, اللهم صل محمد لحتى ما يصير في عندهم مشاكل أكثر. هاي زي ما حكيت
who help the kids to overcome their fears on the of the ways by using proper words. إني أستخدم أنا كلمات كتير لطيفة تمام وشائعة تمام، بدل ما أستخدم مثلا كلمة إني أحفر مثلا إني أعمل أنظف مثلا أو شيء زي هيك، فتستعمل كلمات لطيفة لحتى اللهم صل محمد الطفل ما يخاف منك. هاي إذا حكينا تبتلو position attitude and behavior toward the oral health عشان يهتموا أكثر بالoral health تبعيتهم. pediatric dentistry include طب الأسنان بتضمن training the child to accept dentistry، حيث أنه الطفل اللهم صل محمد يتقبل طبيب الأسنان. restoring and maintain the primary mix and permanent، أنه يحافظ على اللهم صل محمد الأسنان البرايمري والميكس والبيرمننت ويعالجهم تمام. applying prevention major for dental caries، يشيل dental caries وحافظ على الأسنان وحط مواد واقية تمنع اللهم صل محمد dental caries. البيرودنتال ديزيز بتصيب اللثة الفاريوس dental anomalies. preventing intercepting and correction various problem of occlusion، بعالج المشاكل المختلفة للأوكلوجين اللي هي عملية الإطباق تمام. مال أوكلوجين in kids is treated in pediodontics unless it's بحكي لك إنه مشاكل الإطباق تتعالج وين؟ عند البيدياتريك دنتس أو بيدودونتكس تمام، ولكن إذا كان سفير كثير وشديد كثير وين بروح؟ على الأورثودونتكس. طيب لنحكي الآن على البيريودونتيتس أو عن أمراض اللثة أو التخصص اللي مختص في علاج أمراض اللثة. هو عبارة عن فرع من الدينتسري تمام، بتعمل مع الدياجنوزز وتريتمنت للديزيزز، لكن أي ديزيزز الديزيزز اللي مختصة بالسراوندينج أنسر سبورتينج أنسراوندينج تيشيو بالأنسجة الداعمة والمحيطة للسن، وعادي ممكن تكون إمبلانت يعني مش يعني تكون أشياء مزروعة داخل السن فيكون داخل الثم فزي زرعة مثلا فالأنسجة حواليها، يعني هذا التخصص هو اللي بيهتم فيها تمام. surrounding tissue are known as periodontium، حكينا عنها قبل ببداية المحاضرة، حكينا أنها بتتكون من الجنجيفا من alveolar bone cementum وperiodontal ligament تمام. طيب بحكيك ان البريدونتال ديزيزز تمام بتاخذ اكثر من شكل تمام، ولكن هي غالبا تنتج عن من تجمع البكتيريا. لما يكون في عندنا تجمع البكتيريا على الجنجيفا تمام بيصير في عندي بريدونتال ديزيز تمام، وممكن نسميها they are usually called اما جنجيفايتس او بريدونتايتس. شو الفرق بين جنجيفايتس والبريدونتايتس؟ جنجيفايتس هي عباره عن انه انا لما يصير في عندي انفلاميشن وين على القم تمام، اما البيريودونتايتس لما يصير انا في عندي مشكله في البون في العظم تمام، اما في اللثه او في البون. جينجيفايتس في اللثه اما البيريودونتايتس في البون. فجينجيفايتس انفلاميشن اوف ذا جام زي ما حكيت لكم تشيو كاركترايز باي سويلينج وريدنس، هاي العلامات الداله عليها تمام. جامز ذات ار تندر تندر اند بينفول بتكون مؤلمه لما المسها تو تاتش تمام. بليدنج جامز ممكن انها تؤدي لانه يكون في عندي نزيف تمام. طيب بيريودونتايتس بتكون انفولز بروجريسيف لوز ذا الفيولر بون، اني انا اخسر الفيولر بون الموجود عندي، حكينا عنه ايش هو اراوند ذا تيث. اند اف اتس ذا ليفت انتريتد، اذا انا ما تركتها اذا انا تركتها وما عالجتها ف اللهم صل محمد ليد تو ذا لوزينج اند سبسيكوينت لوز اوف تيث تمام. طب انا بدي احكي عن الاورال ديبوسايتس تمام، نوعين اما بكون دنتال بلاج او بكون كالكولس تمام. النوع الاول بيكون عباره عن اورجانيز سوفت ديبوسايت تمام، فبيكون يعني بيكون محطوط يعني بيكون موجود على السن، ولكن انا بقدر اني اشيله تمام. اتس ريموفابل ريموفد وين يو برش يور تيث تمام، انا بقدر اشيله لما انا افرش اسناني بس تمام. اما الكالكولس اللي هي التكلسات هي بتكون تحول صار لها مينرالايز تمام ديبوسايتس، فصار زي العظم فما بقدر اشيلها عن طريق دكتور الأسنان. هون بفرجيني الجنجيفا اللي لما يصير عندنا الجنجيفايتس، وهون بفرجيني لما تكون هيلف الجنجيفا ما بيكون في
عليها شيء. جنجيفايتس. الان نحكي عن سكالينج اند روت بلانينج. سكالينج لما انا يكون في عندي كالكولس او لما يكون انا في عندي اللهم صل على محمد تكلسات موجوده وين على الكراون. اما الروت بلانينج لما انا يكون في لما يكون الروت عندي اللهم صل على محمد ظاهر تمام زي انه الجنجيفا عندي بتنزل فالروت عندي ظاهر فاللهم صل على محمد الكالكولس عندي وين ترتبط ترتبط على او الكلس وين بترتبط عندي بترتبط على الجذور هاي على الكراون هاي على الجذور كراون جذور تمام. طب بلاك كنترول از ذا فيرست ستيب ان بيريدونتال تريتمنت تمام. بلاك كنترول كان بي اما انه بتكون ميكانيكال توث برشينج اني انا افرشيها مانيوال بشكل طبيعي او بتكون دنتال فلوس انتر دنتال برش فور انتر دنتال كير تمام. انتر دنتال برش يوزد مينلي ان اورثودونتكس تمام. بالاورثودونتكس انا بستعمل شو الانتر دنتال برش طيب او اني بستعمل كيميكال كولور هيكسيدين اللي هي عباره عن ماوث ووتش او عن غسول للفم تمام. يعني انا بستعمل غسول للفم وهي بتكون موست افكت ليش لانه فيها او لانها هي انتي مايكروبيال تمام ايجنت بتكون انتي مايكروبيال ايجنت ان ريدوسينج بلاج اند جينجيفايتس. طب حكينا انه او بدنا نحكي انه الماوث ووش تمام انا ما بقدر استخدمه لفترات كثيره طويله تمام. انا بستخدمه بس ل اللهم صل على سيدنا محمد لفتره محدده لكن لازم اقطعه. يعني على سبيل المثال بستخدمه لمده اسبوعين بعدين بقطعه لمده شهر تمام. ليش؟ لانه بضرنا احنا. طب نجي الان نحكي عن الاورال عن ماكسيلو فيشل سيرجري عن تخصص جراحه الفم والفكين او الوجه والفكين. بحكي لك اورال اند ماكسيلو فيشل سيرجري از ذا فايد اوف dental medical science that deals with diagnosis and surgical treatment of diseases. يعني انا بتدخل في الحالات المرض اللي بتحتاج الى جراحه تمام. اني انا عالجه بالجراحه ف عادي ممكن تكون عباره اني انا بخلع طاحونه بس او انه يكون في عندي ورم كامل تروما كامل داخل اللهم صل على محمد يكون في عندي تومرز تمام دا كامل داخل ثمي تمام. فمن الانجيري ممكن يكون في الهيد في الرأس في النك في الفيس في الجوز في الهارد اند سوفت تيشيو الموجوده عندنا في الاورال اند ماكسيلو فيشل ريجن تمام. طب نحكي الان عن سكوب اوف اورال اند ماكسيلو فيشل سيرجري تمام. في عندنا اول شيء لوكال انستيزيا التخدير المحلي او الموضعي اللي بنحكي له. في عندنا الدنتو الفيول سيرجري مثل السمبل اكستراكشن اوف تيث اني انا اطلع انه سن اطلعه بسهوله او سيرجيكال اكستراكشن اوف تيث اني عملت عمليه جراحيه لحتى اطلع سن. مثال على العمليه الجراحيه اللي هي الويزدن تيث او الثيرد مولر تمام. اللهم صل على محمد الثيرد مولر. فلما اطلع انا بحتاج الى اني اعمل عمليه جراحيه السيرجيكال مانجمنت اوف امباكت تيث. اللهم صل على محمد اني اعمل عمليه جراحيه مثلا سن يكون عندي بتخلخل او كذا او طالع من مكانه فانا اعمل عمليه جراحيه لحتى اثبته بمكانه. البري بروستاتيك سيرجري الدنتال امبلانتس الزراعات تاعت الاسنان والمينر سيرجري سيرجري انه يكون في عندي مينر عمليه جراحيه مينر تمام. طب ثلاثه مانجمنت اوف اودونتوجينيك انفكشن يكون اني انا ادير تمام الانفكشن او العدوات السنيه السيست كيس اكياس تمام اند تومرز ان يكون كونديشن في حاله ان يكون في عندي تومر او اللهم صل على محمد كتل تمام موجودة داخل الفم. ماكسيلو فيشل تروما اني انا اتعرض لبوكس ولا ضربة تمام. أورثو جيناتيك برضو في عنا تي ام جي ديس اوردر. في بالبداية فرجيتكم صورة لهيكل عظمي تعيد تي ام جي كان مبين فيها وينها بس هاي تمام شايفين هاي الماندبل تمام. الماندبل هو العضو الماندبل بتحرك اما المكزلة فهي ثابتة تمام. الماندبل بيرتبط مع الرأس بمكان اسمه تي ام جي. هون بيكون زي اللهم صل على محمد كيف مثلا هون بيكون في عندك قبضة يد اقبض يدك تمام ومن تحت زي كأنك باسط يدك اكبسهم ببعض تمام بصير نفس الشيء. هاي المنطقة اللي بتساعدنا باني اعمل موفابل للماندبل تمام. فهذا هو التي ام جي تمام. فالتي ام جي ديس اوردر اللهم صل على سيدنا محمد. ايش فينا كمان سيلفري جلاند ديزيزز الامراض المتعلقه بالسيلفري جلاند او الجلاند المتعلقه باللعاب اورال كانسر لا سمح الله يصير حدا عندنا من اورال كانسر واوروفيشال بين تمام. حضر لنا اتوقع ثلاث مواضيع ثلاث مواضيع يا خلصانه تمام يا رب.
الاورال ميديسن او على صحه الفم هو طبيب الاسنان المهتم بانه المهتم بالاورال هيلث كير تمام. ف وكمان بيلقبوه بالفيزيشن اوف ذا ماوث تمام. فهو بيلقبوه بطبيب الفم صراحة. الفقرة هي سهل الأورال سيبلين أوف دينتستري كونسيدر ويد ذا أورال هيلث كير تمام. متعلق بالأورال هيلث كير أوف ميديكال كومبلكس بيشنتس إنكلودينج ذا دايجنوسيس أند مانجمنت أوف ميديكال كونديشن. إنه إدارة وتشخيص الحالات ذات أفكت ذا أورال أند ماكزيلو فيشل ريجن اللي بتأثر على الأورال أند ماكزيلو فيشل ريجن تمام. Essentially, oral medicine specialists are trained to diagnose and manage patient with disorder of the orofacial region. يعني بحكي لك لما إنه هو مختص بإنه أي مشكلة أو أي مرض بيكون في orofacial region أو بمنطقة الوجه تمام ومنطقة الفم آسف. اللهم صل على محمد. فهو مختص فيها واسمه physician of the mouth. يلا هانت هانت تمام. أورال باثولوجي هو الطبيب المختص بأنه يمسك هو بأخذ بيوبسي عينة تمام من المريض تمام. فهو بيشخصها تحت الميكروسكوب بعدها بيعطيها لمين لطبيب الأسنان تمام أو الممرض الموجود عندنا بحيث أنه يعالجها. حلوة حلوة تمام. أورال باثولوجي specialized of dentistry and pathology تمام. فهو عبارة عن ميكس تمام بيناتهم. which deals with the nature and identification and management of diseases affecting the oral and maxillofacial region المختصة بالmaxillofacial region. oral pathologist operate biopsy بأخذ biopsy خزعة معناها services for dental and medical professionals and many also operate clinical diagnosis and management clinics. طيب اخر واحده عندنا وان شاء الله انها سهله اللي هي الاورال راديولوجي او علم اشعه الاسنان انترا اورال راديولوجي. they are called so because the film is inside the oral cavity. احنا بنسميها بهذا الاسم ليش؟ انه ليش اورال راديولوجي؟ انه احنا بنصور في داخل الجسم تمام. النمط الاول من التصوير حكينا عنه بيري ابيكال. النمط الثاني بايت وينج. النمط الثاني كلوزل. وهذا الكلوزل نستخدمه بالذات عشان نشوف الامباكتد للكناين. الكناين مش هو اطول هي الكناين مش هو اطول سن فعشان اشوف الامباكتد تبعه للكناين اسمه كلوزل. انك انت تطلع على السن من فوق تمام هذا اسمه كلوزل سيرفيس. هاي طحوني تمام نزلها هيك انا اطلع عليه هيك من فوق لهون للسطح تبعها هذا اسمه كلوزال سيرفس تمام. فربطوها بهاي الطريقه. والبانوراما اتوقع كليات بنعرف ان نصور اللهم صل محمد الاسنان كامله صوره واحده. اللهم صل محمد فاني انا عمل صوره اورثو زي التقويم تمام. لكن هون بتيجي انه كل الاسنان تمام. اورثو بنتوما معناها كل. جرافي معناها صوره فصوره لكل الاسنان. لاترال معناها جانبي او بعيد عن الميد لاين. سيفالوغرام السيفالو معناها رأس وهي فهي صورة للرأس جاية شو لتر. طيب أذر أدفانس إيماجين موديلايتس تمام. فتقنيات لتصوير الأشعة في عندنا كمبيوتد توموغرافي تمام السي تي تمام. مش مهم هذا الكلام. طيب ماجينيتك او ام ار اي تمام which is become widely accepted in 1980 بلشوا يستعملوها اكثر ومتقبله عند الناس. فينا ديجيتال راديوغرافي في عام 1987 وهي عباره انه انا اللهم صل محمد بعمل ايماج اللهم صل محمد بربط دغري الصوره لما اعملها بعرضها على الكمبيوتر بشكل مباشر تمام. تمام شلون ان كمبيوتر تمام. كون بيم سي تي هي عبارة عن بريفيوس اكسترنال بحكي لك انه هذول التكنيك تمام اللي حكينا عنهم صار في عليهم تعديلات فصاروا اكثر قبول وصاروا يعني بمجال طب الاسنان وصارت منتشر اكثر بمجال طب الاسنان وصارت هاي اتس بيكم وايدلي افايبل ان دنتال في المجمعات المتخصصة بطب الاسنان
طيب طب الأسنان الجنائي هو مختص بحالات اللهم صل وسلم محمد الجرائم، بإني أكتشف هوية مجرم عن طريق زي ما حكى لك هون إني أكتشف جثة تمام شخص عن طريق إني أقارن الأسنان بالسجل اللي أنا موجود عندي أنا كطبيب أسنان بتعامل فيه مع جثث تمام عشان أعرف شو سبب وفاته عشان أحدد هوية الجثة عشان أعرف مدى مدة الوفاة الموجودة عن طريق الأسنان تمام. The specialized file is considered with the correct management, examination, evaluation, presentation of dental evidence تمام in criminal في الجرائم or civil legal أو في الأشياء القانونية تمام. بالنسبة لهاي فهاي معلومات هيك عن التخصص أكثر تمام. فهي بصراحة قراءة ذاتية حتى ما أظن إنه يجي عليها أي سؤال، فشان هيك اقرأوها لحالكم مش بحاجة لأي شيء تمام. وهيك إن شاء الله نكون أنا هنا معكم هاي التجربة، إن شاء الله إنه طلعتوا منها بإفادة كبيرة وفهمتوها كاملة. وإذا احتجتوا أي شيء طبعا في أي شيء ما فهمتوا أنا تعبت بالنهاية، فممكن في أشياء ما ركزتش عليها، فاللهم صل محمد يبعثونا إياها وبإذن الله.